السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك شركات كبرى تقوم بتوزيع أشرطة الأغاني على محلات التسجيلات الغنائية، وقد كثرت وزاد عددها، فما واجبنا حول إنكار مثل هذه المنكرات؟ الواجب عليكم أن تكتبوا لرئيس الهيئات، لرئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبينون له الأمكنة التي تروج فيها هذه الأغاني لأجل متابعتها وإجراء ما يلزم نحوها. نعم.